قال صندوق الموارد البشرية هدف إنه ساهم في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021. انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حيث وصل معدل البطالة إلى 11.7%، وتعد تلك النسبة الأقل منذ حوالي 5 أعوام، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الهيكلية والإجراءات المتخذة على القطاع الخاص. وفي شدة أزمة جائحة كورونا تجاوزت نسبة البطالة 15%، حيث تم تسجيل هذه النسبة في الربع الثاني من العام الماضي، وتعكس التطورات المتسارعة لانخفاض معدلات البطالة حالة الانتعاش التي يعيشها الاقتصاد بعد تجاوزه للآثار السلبية التي خلفتها الجائحة. ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية هدف في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة، وذلك خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري، شكلت نسبة الإناث 59%، بينما كان نصيب الذكور 41%، وكانت المنشآت المتوسطة الأكثر استفادة من دعم التوظيف. وللحديث أكثر عن انخفاض معدل البطالة في المملكة ينضم إلينا عضو جمعية الاقتصاد السعودية المهتم بالتوطين والموارد البشرية الأستاذ صالح النزي. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. بداية، هناك تقارير تشير إلى انخفاض معدلات البطالة منذ نهاية الربع الأول من العام 2020، يعني ما هي الإصلاحات أو بالأحرى يعني المسببات التي ساهمت في يعني انخفاض معدل البطالة؟ بداية السلام عليكم، مساءك بالخير أخوي أبو تيم والمشاهدين الكرام. طبعا الإعلان اليوم، إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية، ما هو تأكيد على نجاحات متتالية. النجاحات المتتالية التي بدأت معنا في الربع الأول في سنة 2021، وكنا اطلعنا كلنا سابقا خلال الفترة الأخيرة على إعلان هيئة الإحصاءات نزول متوسط معدل البطالة إلى 11.7. هذا المعدل اللي هو كان أقل من معدل البطالة قبل بداية جائحة كورونا، هذا يدل على نجاحات مهمة جدا في تحقيق المملكة، نجاح في استيعاب أثر جائحة كورونا والحد من أثرها على المستوى. بدينا الحمد لله، هذا يؤشر على أنه سنة 2020 استطعنا الحد من أثر جائحة كورونا على مجال توفير فرص العمل. بدينا في المضي قدما في تخفيض نسب البطالة عما كانت عليه سابقا. إعلان الربع الأول وصولها إلى 11.7%، هذه كلها نجاحات متتالية. إعلان اليوم يدل على أنه إحنا قريبين جدا من تحقيق هدفنا السنوي اللي أعلن سمو سيدي ولي العهد، أنه كسر معدل 11% إن شاء الله في انخفاض معدله. الجميل في الإعلان اليوم، وقبل التحدث عن الأسباب، خلينا نتحدث عن قراءات في الأرقام. نعم. وفيما تم إعلانه، إحنا نتحدث عن 142 وظيفة ساهم صندوق تنمية الموارد البشرية في خلقها. إحنا لا نعول على صندوق الموارد البشرية لوحده، بل نعول على منظومة كاملة، على ملف توطين يقوده سمو ولي العهد بنفسه، تشترك فيه أكثر من جهة حكومية، تقودها وزارة الموارد البشرية. صندوق تنمية الموارد البشرية هو عضو في هالمنظومة الكاملة
هل ملف الهام الذي أعلن سمو سيدي أنها أحد أهم أولى الملفات لدى القيادة الرشيدة؟ كثير من القرارات اللي حدثت خلال فترة لها، قرارات التوطين المتلاحقة، سمعنا عن قرارات في توطين 6 نشاطات، القرارات المتعلقة بتوطين مهن المحاسبة بمهن المهندسين، القرارات المتعلقة بالقطاع الترفيهي، كل ما سمعناه من قرارات وكانت بالاتفاق ما بين المشرع اللي هو المنظم المشرع وزارة الموارد البشرية وصندوق الخدمات البشرية والقطاعات المختلفة والجهات الحكومية المشرفة على دعمها. القراءة في الأرقام أنه اليوم نتكلم عن 142، تقريبا 75% من هالرقم اللي أعلن ذهب إلى المنشآت الكبرى والمتوسطة. هذا يعطي إشارة أنه اليوم التوظيف ليس توظيفا كما يشاع أو يقال أنه في توظيف في الوظائف الدنيا أو وظائف في منشآت صغيرة ومتناهية الصغر، ما يعني أنها وظائف مؤقتة أو وظائف غير مناسبة. لا، نحن نتحدث عن 75% من هذا الرقم توجه إلى المنشآت الكبرى والمتوسطة، ما يعني أنه هناك نجاح في خطط التوطين، نجاح في قرارات التوطين، أنه هذا العدد توجه إلى كيانات كبرى مستقرة وفرت وظائف. لا ننسى كلمة قالها سمو سيدي أنه بعد وصول المملكة العربية السعودية إلى هدف 7% من نسبة البطالة معالجة الوظائف. أنت يعني تحدثت عن مسببات كثيرة وهي بيئة يعني التوظيف بشكل عام، وكانت يعني هنالك مسببات أكثر يعني تقليل من نسبة البطالة. خلينا نتكلم الآن عن يعني الذي ساهم بشكل كبير في يعني في تنظيم وتسهيل كثير من الوظائف، هو هدف يعني صندوق الموارد البشرية دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص. يعني كيف ترى هذا الدعم وتقييمك ل يعني صندوق الموارد البشرية هدف؟ هدف أمامه تحدي كبير ومعول عليه بشكل كبير. هو مسهل، هو مشجع للقطاعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة. احنا ننظر إلى صندوق هدف خلال سنة 2020 و2021 في ظل قيادته وإدارته الجديدة حقق نجاحات كبيرة، سواء على حتى كمان اختبارات جدية الباحثين عن عمل وما قام به الصندوق من فلترة وفرز لجدية البحث عن عمل. الأمر الثاني ارتباط الصندوق في واندماجه مع قرارات التوطين، مع البرامج المبادرات المختلفة. اليوم الصندوق احنا كما متابعين لأنشطته اليوم يمد التعاون مع كل الجهات المنظمة، القطاع الصناعي ووزارة الصناعة، الموارد البشرية، الاتصالات وتقنية المعلومات، لديه تواصل مع كل الجهات المنظمة للقطاعات بهدف خلق وظائف مجدية، وظائف ذات قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي وللقطاعات المختلفة. المعول على صندوق تنمية الموارد كبير، إنجازاته لا يستهان به، تحقيق 142 رقم وتوجيهه إلى فئة من المنشآت اللي هي الكبيرة المتوسطة لا يستهان به، جهد يشكرون عليه صندوق تنمية الموارد البشرية وقيادته الحالية. كل الأمور تؤشر على إيجابيات. نحتاج قليلا من الإعلان اللي ظهر 142 رغم الإشارات اللي وردت فيه أنه ذهب إلى منشآت صغيرة إلى كبيرة ومتوسطة بنسبة 75%، إلى أنه نحتاج إلى مزيد من الإصلاح من صندوق المتلالية. ما هي نوعية هذه الوظائف؟ متوسطات الأجور اللي تم التوظيف فيها، المهن، الشهادات اللي تم استيعابها. إحنا نعرف أنه غالبيتها جاي من برنامج هو برنامج تمهير، واحد أهم البرامج. واضح أستاذ صالح، شكرا جزيلا لك.